بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 28 اللي هي البايوكيميكال رياكشن. الانتيروباكتريسي لها بايوكيميكال رياكشن كثيرة، فحبينا نحن نعطي محاضرة عن كل البايوكيميكال رياكشن كبرينسيبلز، كيف بيكون البرينسيبل أو آلية عمل هذه البايوكيميكال رياكشن. إذا في نهاية هذه المحاضرة ببساطة حنتعرض على لكل البايوكيميكال رياكشنز بشكل مبسط حتى نستوعبها كيف بتحصل البكتيريا بتعمل البايوكيميكال رياكشنز. أول واحدة اللي هي الإندول. ما هو الإندول؟ كل ما في الموضوع إن إحنا بنجيب بيبتون اللي هو بروث ميديا فيها تريبتوفان، ويجي الأورجانيزم اللي هو البكتيريا، فالبكتيريا نحقنها في البيبتون. إذا عندها تمتلك إنزيم اللي هو تريبتوفاينيز هتعمل بريك داون للتريبتوفان، فلما تعمل بريك داون للتريبتوفان حينتج الإندول. إحنا مش عارفين الإندول نتج ولا ما نتج، نروح نضيف ريأجنت اسمه كوفاكس ريأجنت. الكوفاكس ريأجنت إذا حصل الإندول حيتفاعل معاه ويعطي ريد رينج، وتكون نتيجة بالشكل ذا. إذا شفنا ريد رينج إذا نقول هذه إندول بوزيتيف، فهذا بشكل مبسط وسيمبل. البايوكيميكال رياكشن الثانيه اسمها ميثايل ريد تيست. ما هو الميثايل ريد تيست؟ انه ما قدرت الاورجانيزم على فيرمنت الجلوكوز وينتج كميه كبيره او لارج اماونت من ميكسد اسيد اللي هو اسيتيك اسيد واللاكتيك والساكسونيت، كميه اكثر من اسيد بينتج ولذلك نسميها انه ميكسد اسيد. إذا إنه ما مقدره الأورجانيزم إنه يعمل فرمنت الجلوكوز وينتج لارج أماونت أوف أسيد. تعالوا نشوف كيف حتحصل. طبعا الانديكيتورز اللي موجود في الميثايل هو ميثايل ريد انديكيتور. لو ما يكون أسيد أقل من 4 بي اتش حيكون اللون أحمر، وإذا كان طبعا فوق الخمسة ونص 6 حيكون اللون حقه أصفر. كل ما في الموضوع نفس الوضع، بنجيب البيبتون وفيها الجلوكوز طبعا، ونجيب الأورجانيزم أو البكتيريا. إذا هي طبعاً حتقدر أنها تكون كلها large amount of acid، طبعاً أكيد نعمل incubation at 37 degree centigrade لمدة 48 ساعة حتنتج large acid، وزي ما قلنا عدد كبير من الأسيد اللي هو lactic acid والacetic acid والsuccinate. طبعاً هنا أكيد مدام large acid حتقل البي اتش، فلو ما تقل البي اتش قلنا مش معانا الميثايل ريد indicators حيكون لونه أحمر، فشايفين اللون حيكون لون أحمر، دلالة إنه في لارج أسيد وطت البي اتش وبالتالي حصل إن الإنديكيتور تحول إلى اللون الأحمر. التست الثاني يسموه فوغس بروسكاور تست. الفوغس بروسكاور تست البرينسيبل حقه كالآتي، إنه الأورجانيزم بيعمل فيرمنت للجلوكوز لكن هنا ما يطلعش لارج أماونت أوف أسيد، يطلع مركب اللي اسمه الأسيتيك ميثايل كربونيل اللي نسميه أسيتون. كيف بيتم هذا الموضوع؟ بيتم كالآتي. نفس الوضع، بنجيب البيبتون وفيه جلوكوز، نجيب الأورجانيزم أو البكتيريا، البكتيريا دي حتبدأ تعمل فرمنتيشن للجلوكوز ونعمل إنكوبيشن، وحتعمل لما تعمل فرمنتيشن للجلوكوز حتطلع الأسيتايل ميثايل كربونول اللي هو نسميه الأسيتون. احنا مش عارفين طلع الأسيتون ولا ما طلعش، فنروح نضيف عليه الألفا نفثول زايدا الـ 40% كوهيتش، فحيتكون حاجة مركب اسمه داي أسيتايل. الداي أسيتايل لونه ريد بالشكل ده، لونه ريد معناها انه فوغس بروسكاور بوزيتيف. النقطة الأكيد المنطقية انه إذا طلع الميثايل ريد بوزيتيف بالتأكيد حيطلع الفوغس بروسكاور نيجاتيف على مستوى الأورجانيزم، والعكس صحيح، لو طلع الفوغس بروسكاور بوزيتيف أكيد الميثايل ريد حيطلع نيجاتيف. التست الرابع اللي هو سيتريت تست أو سيتريت يوتيلايزيشن تست. الستريت ده ما معناه؟ معناها ما مقدره البكتيريا انها تستخدم الستريت كمصدر وحيد للكربون. الستريت فيه الانديكيتور يسموه البروموثايمول بلو. البروموثايمول بلو لما يكون نورمال بيكون جرين، اذا في الكالاين او هاي بي اتش بيكون يتحول الى اللون الازرق. تعالوا نشوف كيف اللي حيحصل الموضوع ده. طبعا ستريت ميديا بنعمل انكوليشن او بنخلي الاورجانيزم، نحقن الاورجانيزم ونعمل انكوبيشن. بعد ما نعمل انكوبيشن اذا الاورجانيزم استخدم الستريت كمصدر للكربون حيعمل ليبريشن او حيتحرر الكربون دايوكسيد. لو ما يتحرر الكربون دايوكسيد حيتحد مع الصوديوم الموجود في الستريت، لان اسمها صوديوم ستريت، حيتحد مع الصوديوم الموجود في الستريت فحيكون مركب، حيكون مركب اللي هو صوديوم
كربونيت. طبعا اكيد صوديوم كربونيت الكلاين، وموجود الانديكيتورز اللي فيه حيتحول الانديكيتورز الى بلو، وبالتالي معناها انه استخدمت الستريت كمصدر وحيد للكربون. التست اللي بعده اليوريز تيست. اليوريز تيست فيه في الميديا فيها انديكيتورز نسميه فينول ريد. الفينول ريد الانديكيتورز ده في الوسط الاسيديك بيكون لونه اصفر، وفي وسط الالكلاين بيكون اللون حقه احمر او بينك. كل ما في الموضوع فيري سمبل، بنجيب الاورجانيزم في الميديا اليوريا، فاذا البكتيريا او الاورجانيزم يمتلك انزيم اليوريز حيكسر اليوريا وحيتحول الى امونيا وحتعطينا بينك وفقا للانديكيتور اللي هو الفينول ريد، على اعتبار انه حيكون الوسط الكلاين. البايوكيميكال رياكشنز اللي بعده اللي هو تريبل شوجر ايرون اللي بنسميه تي اس اي. ببساطه هي عباره تريبل شوجر ايرون عباره عن ميديا تحتوي على اتي ان فيها 0.1 جلوكوز، فيها 1% لاكتوز، وفيها 1% سكروز، وفيها الفيروس سلفيت، والبي اتش انديكيتور هو فينول ريد. تعالوا نشوف ايش اللي هيحصل خطوه خطوه. اول تفاعل ممكن يحصل احنا نسميه اسيد اوفر اسيد، او نسميه اي اوفر اي. احنا بنعمل انوكوليشن للتي اس اي في الميديا، بنعمل ستابينج، وبعدين بنعمل ستريتشنج للكالشر. بعد كده الاتي، مش احنا اتفقنا فيها 0.1 جلوكوز، البكتيريا حتعمل فيرمنت للجلوكوز. لو ما تعمل فيرمنت للجلوكوز حيطلع كميه اسيد. الفينول ريد الانديكيتور اللي موجود فيها حيخلي الاسيد زي ما قلنا يلو، الكلر حق الميديا حيتحول الى يلو زي ما انتم شايفين. اذا يلو، ما معنى يلو؟ انه فعلا حصل فيرمنت للجلوكوز. طيب بعد ما عمل فيرمنت للجلوكوز يروح يعمل يبدا يستهلك اللاكتوز او السكروز. اذا قدر يستهلكهم طبعا حيطلع كميه اسيد كبيره، فكميه الاسيد كبيره لانه نسبتهم 1% بينما الجلوكوز 0.1، فحيطلع كمية أسيد كبيرة حتخلي الميديا كلها لونها أصفر، لأن الفينول ريد حيتحول إلى اليلو، فحيكون احنا نقول عليه أسيد أوفر أسيد، أو نقول عليه A أوفر A. طبعا في نقطة مهمة لقضية كيف نعمل ديتكشن للغاز برودكشن. الغاز برودكشن انه يا يحصل بريك داون للميديا او يحصل بوش اب للميديا، بتكون واضحة بالعين المجردة انه في غاز برودكشن. طيب النقطة المهمة جدا، لما نقول A over A ما معناها؟ ما هي الانديكيشن لها؟ معناها بالتأكيد انه ذي البكتيريا دي او الاورجانيزم ده جلوكوز فيرمنتر ولاكتوز فيرمنتر، لانه عمل فيرمنت للجلوكوز وبعد ما خلص الجلوكوز بدأ يعمل فيرمنت لللاكتوز. هذه النقطة اللي هي بنسميها acid over acid. النقطة الثانية او التفاعل الثاني اللي بنسميه K over A اللي هو alkaline over acid. نفس الوضع، نعمل inoculation للميديا ونعمل انكوبيشن، حتعمل تبدا تعمل فيرمنت الجلوكوز، حيكون الاسيد حيطلع الاسيد ناتج فيرمنت الجلوكوز، الفينول ريد حيتحول الى يلو، وهو حتحول الميديا الى يلو زي ما انتم شايفين اهو في البوتوم حيتحول الى يلو. بعد كده البكتيريا مش قادره تستخدم اللاكتوز فيرمنتر ولا السكروز، مش قادره تستخدمه، فبالتالي حتبدا تستخدم البروتين الموجود، حيرجع البروتين الموجود معناه انه الكلاين، حيرجع مره ثانيه الفينول ريد الى اللون الاحمر، فبالتالي حيكون كي اوفر اي. ولذلك لما طلع الاسيد في البدايه اللون بدايه تحول الى الاصفر، لكن بعد ما خلصت الجلوكوز ما حصلتش لا لاكتوز تعمل له فرمنتر ولا سكروز تعمل له فرمنتر، او ما قدرتش كبكتيريا او كاورجانيزم، فرجعت تستهلك البروتين فتحول مره ثانيه اللون الى اللي فوق في البوتوم في السلاب، تحول الى البينك كلر، فبنسميها كي اوفر اي. اذا ما معنى لما نقول انه حصل ان الميديا دي كي اوفر اي؟ ما معناها؟ معناها انه دي عملت جلوكوز فيرمنتر لكن نان لاكتوز فيرمنتر، ما قدرش تعمل لاكتوز فيرمنتر خالص. النقطة الثانية، إذا الأورجانيزم ما قدرش يستخدم أو يستهلك الجلوكوز، بالتأكيد الميديا كلها حيكون شكله ريد، حتظل ريد لأنه ما قدرش تعمل فيرمنتر الجلوكوز، وبالتالي ما قدرش تطلع أسيد، وبالتالي ما حصلش تغير للإنديكيتورز اللي هو الفينول ريد. طيب ما معنى كي اوفر كي؟ بالتاكيد لما تكون كلها حمراء كي اوفر كي معناها نو شوجر فيرمنتر. طيب في معنى
واحده من الاشياء اللي بنشوفها في التريبل شجر ايرن اللي هو ال H2S برودكشن. كل ما في الموضوع في معنى سيلفر اللي موجود، البكتيريا بتعمل ريدكشن او ريديوز للسيلفر، طبعا دي في الميديا الاساسيه اللي هي تي اس ار، هتطلع لنا هيدروجين سلفايد. الهيدروجين سلفايد ده اللي حيطلع بالاضافه الى الايرن الموجود حيتحول الى عمليه اللي بنسميه فيريك سلفايد اللي هو شكله بلاك. اذا كل ما في الموضوع ما مقدره الاورجانيزم انه يعمل ريدكشن او ريديوز للسلفر. لو طلع لو عمل ريدكشن للسلفر حينتج الهيدروجين سلفايد. الهيدروجين سلفايد بالاضافه للحديد الموجود حيتحول الى فيريك سلفايد اللي هو لونه بلاك. البايوكيميكال الرقم 7 اللي هو 7 نسميه الفينايل الانيل دي امينيز. الفينايل الانيل دي امينيز كل ما في الموضوع هو عباره عن انزيم بيروح بيكسر الفينايل الانيل ويروح يحوله الى فينايل بايروفيت عند الامونيا. طيب احنا كيف نعرف انه تكون فينايل الفينايل بايروفيت اسيد؟ نروح نضيف الفيريك كلورايد، فاذا حصل الفيريك كلورايد حصل الفينايل بايروفيت بايروفيك اسيد حيتحول الى جرين كلر زي ما انتم شايفين. طيب هذه بنستطيع التست ده، نستطيع ان احنا نفرق بين عائله الانتيروباكتريسي يعني البروتياس من السلمونيلا والشيجيلا. البروتياس تمتلك انزيم الفينايل الانيل دي امينيز، طبعا البروتياس والمورجنيلا والبروفيدنشا بيمتلكوا انزيم الفينايل الانيل دي امينيز، وبالتالي نستطيع نفرقهم لان السلمونيلا والشيجيلا ما يمتلكوش هذا الانزيم. التست رقم 8 اللي يسميه أرناثين ديكربوكسيليز. كل ما في الموضوع انه في معنى ميديا فيها الأرناثين، هو عبارة عن موجود في الميت في شربة اللحم. هل البكتيريا عندها القدرة انها تطلع انزيم نسميه الأرناثين ديكربوكسيليز؟ فهتستهلك الأرناثين. طبعا دي بنستخدمها عشان نميز بتوين البروفيدنشا ريتيجري والمورجنيلا مورجاني. هل واحدة منهم تمتلك الانزيم اللي هو مثلا المورجنيلا مورجاني تمتلك الأرناثين ديكربوكسيليز بينما البروفيدنشا ريتيجري ما تمتلكوش. طيب كيف اللي هيحصل الان؟ انه ما مقدره هذا الاورجانيزم انه يستخدم الأرناثين كسورس للكربون وبالتالي يطلع انرجي ويحصل الجروث. الاورجانيزم هو موجود، بدايه البكتيريا دي طبعا فيها جلوكوز وفيها أرناثين الميديا، حتبدا الاورجانيزم ده يعمل فيرمنتيشن للجلوكوز. الانديكيتور اللي موجود اللي هو البرومو كراسول بيربل انديكيتورز حيطلع يلو لما يطلع الجلوكوز او يطلع كميه الاسيد. بعد كده حيروح يعمل، هل يستطيع انه يكسر الأرناثين ولا ما يكسروش؟ الانديكيتور لو تكسر الأرناثين حيطلع الكلاين، ففي الالكلاين حيكون شكله زي ما انتم شايفين بيربل. ما معنى بيربل؟ على انه استطاع انه يستهلك الأرناثين وبالتالي اصبح الوسط الكلاين وتغير الانديكيتور الى البيربل. الاخيره اللي هي بنسميها الاناليتيكال بروفايل اندكس اللي هي الاي بي اي. الاي بي اي دي عباره عن حاجه كوميرشال فيها كل البايوكيميكال تيست عشان نعمل ايدنتيفيكيشن للبكتيريا، ولذلك يسموها الاناليتيكال بروفايل اندكس. النقطه المهمه جدا فيها انه في بروفايل لديفرنت اورجانيزم. مثلا في معنى الاي بي اي 20 اي اند الاي بي اي 20 ان اي ده للانتيروباكتيريا. في معنى الاي بي اي 20 ستريب دي للستريبتوكوكاي وهكذا. اذا كل مجموعه من البكتيريا لها اي بي اي خاص بها. كل ما في الموضوع ان احنا بنجيب عمليه الاورجانيزم اللي هو السسبنشن اورجانيزم ونطرحه فوق في التيوب المخصص لها، طبعا بتكون دي هايدريتد سبستريت، فيها نطرح فيها الاورجانيزم ونعمل انكوبيشن. حيحصل عمليه الكلر تشينج، نقرا الكلر تشينج وفقا للبامفلت اللي موجوده معنا. هذه البايوكيميكال رياكشن اللي تكلمنا عليها هي الاساس في فهم التفاعلات بالنسبه للاورجانيزم او البكتيريا حتى نستطيع نميز بها. كنت معكم فيها حول كل البايوكيميكال رياكشنز اللي نحتاجها. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.